فج عميق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في مقر الإمارة في منى، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. وأبدأ لقائي بكم في هذا اليوم المبارك بتقديم وافر الشكر والتقدير والإجلال لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما أولاه لهذه المناسبة العظيمة من اهتمام كبير، وما وجه به من أوامر وتوجيهات تقضي دائما بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في هذه البقاع المقدسة. وأتقدم كذلك بالشكر والتقدير لسمو ولي العهد على توجيهاته الكريمة ومتابعته لكل أمور الحج، ولصاحب السمو الملكي كذلك وزير الداخلية الذي يتابع كل الخطوات وهو يرأس لجنة الحج العليا ويوجه كل المسؤولين في وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع الوزارات الأخرى لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. أحييكم جميعا وأتمنى للإعلام والإعلاميين التوفيق إن شاء الله بأن ينقلوا الصورة المشرفة لهذا اللقاء العظيم الذي لا يماثله لقاء في العالم أجمع، وهذه الحشود الكبيرة التي تجتمع على هذه البقاع المقدسة ليس لها أي طلب إلا من الله سبحانه وتعالى بالعفو والغفران، ويسألون الله الجنة. هذا المؤتمر العالمي الإيماني واللقاء الإسلامي الذي لا ينتج عنه ومنه إلا الخير للمسلمين ولغير المسلمين في شعوب العالم. أيها الأخوة، أنتم حريصون لا شك على بعض المعلومات عن هذا الحج وعن بعض الخدمات التي تقدم في هذه المناسبة، وأود أن أذكر لكم بعضها، وإن نسيت بعضها عليكم تذكيري بها. أولاً ما يخص وزارة الداخلية، وهو تم ضبط 101 حملة حج وهمية، 100 وحملة واحدة. تم منع 490,735 مخالف لأنظمة الحج من الدخول إلى مكة والمشاعر. تم إعادة 219,890 مرة للدخول. تم القبض على 9,599 ناقل مخالف. من وزارة الحج، عدد الحجاج من الخارج والداخل النظاميين لهذا العام يتجاوز 2,000,000 حاج، بزيادة 426,263 حتى قبل مغرب هذا اليوم عن العام الماضي. عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة 1,752,014 حاج قادم حتى قبل مغرب هذا اليوم، بزيادة عدد 426,263 حاج عن العام الماضي. عدد الحجاج من الداخل بتصاريح طبعا، لأن الذين يحجون بدون تصاريح لا نعرف عنهم
لا نعرف عن عددهم إلا بعد الرجم، لأننا نستطيع أن نحصيهم عندما يرجمون، أما قبل الرجم فليس هناك وسيلة لإحصائهم، أما إذا مروا من الجسر فنعرف كم العدد. عدد الحجاج الداخل ممنوحين تصاريح حج من المواطنين 126,092 حاج، ومن المقيمين 102,936 حاج. وصل 1,564 حاج قطري لتأدية الحج في هذا العام حتى هذه اللحظة. العدد الذي وصل العام الماضي من الإخوة القطريين كان 1,210، في هذا العام 1,564. بالنسبة لهيئة تطوير مكة فهي جهزت قطار المشاعر لنقل 365,000 حاج، وانتهت من 14 أنهت 14 مشروع بقيمة 300 مليون ريال، ونفذت بناء على ملاحظات اللجان الميدانية. هذه المشاريع نفذت من ملاحظات الرجال الذين كانوا في الميدان في حج العام الماضي. الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج وفرت 21,000 حافلة لتصعيد أكثر من 2,000,000 حاج. وزارة الصحة فيها 30,000 طبيب وممارس صحي يقدمون الخدمة للحجاج، 30,000 طبيب وممارس صحي، 5,000 سرير الطاقة الاستيعابية في مكة والمشاعر المقدسة، 550 غرفة عناية مركزة، 550 غرفة عناية مركزة، هذه لا تحدث في العالم أجمع في بقعة أرض مثل بقعة مكة والمشاعر المقدسة، لا تجدونها أبدا في العالم. جهزوا 135 مركز صحي و17 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، 100 فرقة طبية ميدان مجودة بأحدث الخدمات الطبية. سيتم حج أكثر من 400 حاج في قافلة خادم الحرمين الشريفين الطبية، وهم الذين لم يتمكنوا من إكمال حجهم لظروف صحية. بالنسبة لوزارة المالية أنشأت مراكز للإيواء في عرفات ومنى ومزدلفة تتسع لأكثر من 51,000 شخص، وتستخدم في حالات الطوارئ والحوادث لا قدر الله. وزارة الشؤون البلدية أمنت أكثر من 23,000 شخص لتأمين نظافة مكة والمشاعر المقدسة خلال أيام الحج. شركة المياه الوطنية تضخ بزيادة 21% عن ما تم ضخه في العام الماضي. شركة الكهرباء بلغت قيمة المشاريع المنفذة استعدادا لحج هذا العام في مكة والمشاعر المقدسة 454. الأحمال القصوى المتوقعة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام هي 4,570 ميجاوات. لجنة السقاية والرفادة بإمارة مكة المكرمة توزيع 22 مليون وجبة وعبوة ماء خلال موسم حج العام الحالي. طبعا لم يسمح لأي حملات أخرى تأتي بالماء غير هذه الحملات، لأن هذه مضمونة نظافتها وسلامتها لتوزيعها، أما الباقية لا نعلم عنها شيء. القوى العاملة في الحج يتجاوز عدد القوى العاملة في خدمة ضيوف الرحمن من مدنيين وعسكريين 300,000 شخص، وأعتقد أن هناك أكثر من 100,000 من رجال الأمن. هذه معلومات حبيت أني
أذكرها لكم لأنها مهمة جدا بالنسبة لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام وضيوفه الكرام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فهد الحيوي، صحيفة الوطن. مرحبا يا فهد. الله يسلمك طال عمرك. بدء يا طويل العمر، نبارك لكم نجاح الخطط الأولية لتصعيد الحجاج إلى مشعر منى، وكيف سموكم الأوضاع الصحية والأمنية لحجاج بيت الحرام؟ هذا السؤال الأول طال عمرك. خليني أجاوب عليها. أحب أن أؤكد لكم أن الصعود في هذا اليوم المبارك يعني أكتمل بطريقة منظمة وطريقة مريحة، وكل الذين صعدوا إلى صعيد منى ومنها إن شاء الله إلى عرفات تكاملوا في هذا المكان المبارك وهم ولله الحمد بصحة جيدة وفي راحة تامة. أثابكم الله على ما تقومون به من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن. سموكم أثر مكرمة خادم الحرمين الشريفين في استضافة الحجاج القطريين وتأديتهم لمناسك الحج بيسر وسهولة وأمن وأمان. ما هو كثير من خادم الحرمين الشريفين أن يبادر بهذه المبادرة، وخصوصا إذا كان هؤلاء من الأخوة والأشقاء في قطر من الشعب القطري العزيز، والذين نرحب بهم ونكرمهم لأنهم ضيوف الرحمن، ولأن الملك سلمان بن عبد العزيز تكرم وبادر باستضافتهم على حسابه الخاص. سمو الملك طال عمرك، حققتم نتائج إيجابية وكبيرة على أرض الواقع، وكان ذلك نتيجة للحزم ولتطبيق الأنظمة على أكمل وجه. كيف يقيم سموكم أثر ذلك ودور رجال الأمن في هذا الشأن؟ الحقيقة أود أن أقدم وأوجه الشكر لكل من ساهم في الإعداد لموسم هذا الحج، وخصوصا رجال الأمن وما أدوه من واجب. الجهد الذي بذل جهد غير عادي، جهد مميز، و يعني يستحق أن يفخر به كل إنسان. بسام الدخيل من مجموعة MBC. الجهد اللي تقدم اليوم المملكة في خدمة الحجيج واستقبالهم من جميع مناطق العالم جهود جبارة وضخمة جدا ولا ينكرها إلا جاحد. سؤالي عن المخالفين من المقيمين أو المواطنين، يمكن سمعنا أرقام كبيرة جدا ضخمة يعني عادت يمكن من مكة بسبب عدم وجود تصريح، ما هي العقوبة على المقيم؟ في عقوبات على المقيمين وفي عقوبات على السعوديين، وقد ذكرت ونشرت في الصحف وفي وسائل الإعلام كلها. شاكلك سامي. شكرا. محمد الطفيل، صحيفة الحياة. طال عمرك، سعد الله مساءك بكل خير. أهلا وموفقين بهذا النجاح المبدئي إن شاء الله، واللي إن شاء الله سيكون بنهاية منيرة للجميع إن شاء الله. ما أود أن السؤال عنه، أن الكثير يتحدث عن مفاجآت المملكة العربية السعودية دائما في مشاريعها وإنجازاتها للمشاعر المقدسة، وهناك حسب رؤية 2030 أن هناك تطلعات إلى زيادة أرقام استقبال الحجاج في المملكة. هل سيكون في القريب العاجل، وهل ينبني على ذلك إنشاء مشاريع حديثة في المشاريع المقدسة لاستقبال أكثر من 2 ملايين ومن 3 ملايين حاج؟ مدروس لتطوير المشاعر المقدسة، ونحن إن شاء الله منتظرين فقط بعض اللمسات الأخيرة من وزارة الحج، وسوف نبدأ إن شاء الله في تنفيذه، لأن خادم الحرمين الشريفين وجه بتنفيذه. السؤال الثاني الله يحييك، بعض وسائل الإعلام الخليجية تتهم المملكة العربية السعودية بأنها تسيس الحج، وأنها تتخذ من خلال هذا الحج وسيلة للضغط عليها، بالإضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمارس ضغوط على بعض الدول حسب زعمهم، فبودنا طال عمرك توضح هذا الأمر. ليس هناك، وخير جواب على هذه التهمة هو ما يشاهده العالم أجمع في كل عام من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، ولا ترجو من ورائها
أي شيء إلا المثوبة من رب العالمين. شكرا لك طعم. شكرا مساك الله بالخير سمو الأمير وتقبل الله حجكم وسعيكم إن شاء الله، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب النجاح في هذا الموسم المبارك. علي غرسان من صحيفة ماب نيوز. هلا علي. سمو الأمير، الحقيقة يظل يواصلون حملات شرسة على المملكة العربية السعودية ويشككون في قدرات المملكة في إدارة شؤون الحج، وهذا طبعا شان خاص فيهم. المملكة ماضية في طريقها في التنظيم طريق جميل جدا، ولا أدل على ذلك من شهر شعبان الماضي كان تلقت المملكة من المنظمة الدولية للحماية المدنية دعوة لإقامة ورشة عمل خاصة لتجربة المملكة لإدارة الحشود، وحضرتها دول عديدة، وطلبت 9 دول منها 6 دول أجنبية غير مسلمة هذه التجربة العظيمة إليها مباشرة، وأيضا طلبت جامعات أمريكية ويابانية الاستفادة من الكوادر السعودية في هذا المجال كمحاضرين في هذه الجامعات. سؤالي سمو الأمير، قبل سنوات أعلن الأمير خالد الفيصل رغبته ونيته في إطلاق جامعة متخصصة بكوادر عالية ومهنية لإدارة الحج أو يعني العناية بالحج، إلى أين وصل هذا الحلم أو هذا المشروع الذي نتمنى أن يكون واقعا ليكون خير وسيلة للرد العملي لمثل هذه الحملات؟ لا تزال النية موجودة، ولا تزال هناك محاولات من قبل الأمارة من قبل الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تساعدنا وزارة التعليم على إنشاء هذه الجامعة. أما بالنسبة لأن هذه البلاد تحسد على ما تقوم به، فنحن نفتخر بأن نحسد ونغضب على ما نقوم به من أعمال في خدمة الحجاج وضيوف الرحمن، لأن هذا خير دليل على أننا نعمل وعلى أننا إذا قلنا فعلنا، والحمد لله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد العبد الله من صحيفة سبق. يا هلا ومرحبا. سؤالي سمو الأمير، تبذل الدولة رعاها الله ممثلة في رجال الأمن والمشاركين معها من الجهات الأخرى جهودا حثيثة في منع المخالفين، وذكرتم أن هناك مخالفين قد يدخلون إلى الحج، ما هي المخاوف التي ممكن أن تحدث من هؤلاء المخالفين، وما هي الطرق المتبعة للوقاية؟ المخاوف أنهم يدخلون هم بدون معرفة يعني عن وجودهم في هذا المكان، ولم تحضر أو تجهز لهم التجهيزات للحجاج العاديين، فهم لن يستخدموا ما توفره الدولة من مرافق حكومية ومرافق بالنسبة للشركات وللمؤسسات المسؤولة عن الحج، فهم إما يفترشون الطرق أو يذهبون خارج مكة خارج المشاعر ثم يعودون في أوقات مختلفة، وهذا طبعا يحمل صورة سيئة للمملكة وللحجاج وللإسلام والمسلمين كذلك، ونحن لا نقبل هذا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. سمو الأمير السلام. محمد رابع سليمان صحيفة المدينة. مرحبا محمد. الحقيقة خطط السير في هذا العام لمسنا أنها كانت متميزة فعلا، الحمد لله، ولمسنا البشر في وجه سموكم منذ أن جلستم على هذا الكرسي. شكرا. وهذه بشائر خير الحمد لله. الكثير من الناس فعلا سألوا هل نحن ابتسامتك كذلك تشجع على ذلك. الكثير من الناس فعلا تناقلوا يعني الحديث فيما بينهم، حتى أنا سئلت في أكثر من مرة هل نحن فعلا هذا العام في موسم حج، لأن حركة السير كانت الحمد لله الحقيقة كل أمانة أنا من سكان المسفلة كنت أعاني قليلا في أيام الحج، لكن هذا العام لم أعاني حتى هذا اليوم، خرجت من بيتي ووصلت. ادعو معي إن الله إن شاء الله يسرها وتستمر إلى آخر يوم إن شاء الله. إن شاء الله. ووصلت إلى المكتب في زمن قياسي، وهذا شيء تشكرون عليه توجيهاتكم سمو الأمير. تناقلت وسائل الإعلام أيضا ووسائل التواصل مقاطع مفرحة جدا لأهالي مكة وهم يتسابقون في الاحتفاء بالحجاج وإقامة حفلات لتكريمهم والاحتفاء بهم وتقديم الماء العام لحجاج بيت الله الحرام. سمو الأمير نود أن توجهوا أهالي مكة حول ما أقاموا به من دور في هذا الجانب. أنا معتز بمكة وبأهل مكة الحقيقة بكل ما يقدمونه من أعمال تطوعية غير الرسمية يعني، وخصوصا الشباب والشابات منهم
عندنا الآن يعني في أكثر من 1000 شاب وشابة متطوعين في هذا الحج. الحقيقة ما رأيت أعمالهم داخل الحرم المكي وفي الشوارع في مكة وفي المشاعر المقدسة يعني أزدادوا فخرا واعتزازا بهم، وأحمد الله سبحانه وتعالى أني سعودي مثلهم. الجانب الثاني من السؤال بالنسبة فيما يتعلق بمزدلفة، لا زالت تحتاج إلى المزيد من المشاريع خاصة فيما يتعلق بتنظيم البسطات. المشروع الذي تحدثت عنه قبل قليل هو مشروع تطوير المشاعر المقدسة عرفات ومزدلفة ومنى. جزاكم الله خير. شكرا. ونسأل الله أن يجعله حجا مباركا ويرجع الجميع إن شاء الله سالمين الحجاج إن شاء الله. تفضل. لا هنا سمو الأمير إبراهيم علوي من صحيفة عكاظ. هلا مرحبا يا إبراهيم. سيدي، حقق قطار المشاعر العام الماضي نجاح غير مسبوق في نقل الحجيج، متى نشاهد توسع ونقل مشروع قطار المشاعر؟ المشروع تطوير المشاعر المقدسة يشمل النقل كذلك، يشمل النقل داخل المشاعر المقدسة وربطها بالنقل داخل مكة المكرمة. سيدي لو سمحت لي نريد كلمة لمن قد تساوره نفسه بالإخلال بأمن الحج، ماذا تقول له؟ اتق الله في نفسك وفي المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو الأمير خالد اليحيوي، قناة الإخبارية السعودية. مرحبا. الله يحييك. سمو الأمير، أولا نبارك لكم ولخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأيضا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. هذه البلاد التي تفخر قيادة وشعبا بخدمة الحرمين الشريفين. سمو الأمير نشكر لكم أيضا هذه الإطلالة لوسائل الإعلام واهتمامكم وحرصكم على التواصل مع وسائل الإعلام. لدي تساؤلين سمو الأمير. الأول، ما ذكرتموه قبل قليل أيضا من جهود تذكر من شباب وشابات هذا الوطن المعطاء في خدمة ضيوف الرحمن من خلال لجان تطوعية، ونحن نشاهد من خلال وجودنا في هذا المؤتمر أيضا هذه الرسالة الجميلة التي تطلقها إمارة منطقة مكة المكرمة منذ أعوام، ولاقت هذا الصدى الكبير واستجاب لها شباب هذا الوطن من خلال الحج سلوك وعبادة وسلوك حضاري. الكثير من أبناء هذا الوطن يحلمون بأن يشاركوا في الأعمال التطوعية، ونحن نلاحظ كثير من الفعاليات العالمية تقام ويشارك فيها متطوعون من كل أنحاء العالم ليشاركوا في كثير من الاحتفالات، وهذا الحج هو موسم المشاركة وخدمة المسلم الحاج. كثير من هذه اللجان التطوعية تأمل أن تحتضنها إمارة منطقة مكة المكرمة أو هيئة تطوير مكة المكرمة من خلال أعداد متطوعين ربما ستكون رافد قوي من خلال حماسة الشباب وأيضا إدراكهم لرغبتهم في الأجر والمثوبة من خلال. أتمنى يكون هذا المشروع القادم أحد المشاريع الكبيرة وهو خدمة الحجاج من خلال اللجان التطوعية بأعداد تصل إلى الأعداد التي ذكرتموها سمو الأمير بالقوة العاملة المشاركة 300,000. الأعداد سوف تتطور إن شاء الله وسوف تزداد وربما تتضاعف في السنوات القادمة، ولكن أود أن ألفت النظر لموضوع واحد، أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة وهذا الشعب وهذا المجتمع ليقوم بخدمة الحجاج، فنرجو أن نعطي الفرصة لهذا الشعب والمجتمع السعودي بأن يكون هو المسؤول عن خدمة الحجاج، لأن هذا شرف عظيم الله سبحانه وتعالى على أهالي هذه البلاد، فلا بد أن ننتهز هذه الفرصة ونقوم بواجب هذا الشرف العظيم الذي الله سبحانه وتعالى حملنا إياه وحملنا إياه كأمانة يجب أن نقدمها ونؤديها لضيوفه الكرام. أما بالنسبة للعدد وتجمع لأعداد أكبر فهذا شيء مطروح لا مانع له، وتطوير التنظيم للتطوع وللأعمال الحج هذا مطلوب،
ونحن في لجنة الحج المركزية وفوقها ولجنة الحج العليا حاضرون لدراسة أي مشروع أو أي فكرة تدعو إلى أو تساعد على تطوير الخدمات في الحج إن شاء الله. وأنا أشكرك على اهتمامك. شكرا لك سمو الأمير وإشادة كبيرة. سمو الأمير. سمو الأمير، اليوم نحن نعيش وسائل التواصل مع الفردية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل من خلال التطبيقات الإلكترونية. ما مدى وجود هذه الوسائل لكي يعبر الحاج سواء عن شكره وثنائه لأي خدمة قدمت له، سواء في صعوده إلى عرفات أو في أيضا التفويج إلى مزدلفة، كل الخدمات التي تقدم للحاج الكريم، كيف يمكن أن يبدي سواء ثناؤه وشكره أو ملاحظاته أو حتى شكاوى؟ ما هي الآلية المطبقة سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل المتاحة؟ التواصل الاجتماعي متاح لكل إنسان، وأي إنسان يستطيع أن يستخدم التواصل الاجتماعي لتقديم شكره. وأرجو أن يتسع صدر التواصل الاجتماعي لإيصال بنفس الاهتمام الذي يوصل فيه اللوم. تفضل. مساء الخير. طال عمرك. محمد العيدروس من جريدة الجزيرة. هلا ومرحبا. سمو الأمير، المملكة كما تعلمون حققت الريادة عالميا وإسلاميا من خلال إنسانية قيادتها. طول عمر أيضا المملكة لم تمنع أحد من أداء الفريضة بصرف النظر عن أي كان اعتقاده أو مذهبه. ولن تمنع. ولن تمنع، نعم صحيح. بل على العكس طال عمرك قابلت كل إساءة بإحسان كما تعلمون. على الأرض سيدي أنت كافة التفاصيل ومفاصل الحج. ما هي كلمة سمو الأمير خالد الفيصل ونصيحته لحجاج بيت الله الحرام هذا الموسم؟ ليس لي نصيحة، يعني لمن هم أدرى مني وأعلم مني بما أتوا من أجله. يعني كل هؤلاء الحجاج الذين وصلوا إلى هذه الأرض ووصلوا إلى منى وعرفات ومزدلفة يطلبون فضل الله سبحانه وتعالى، وهم يأتون هنا للعبادة. فأرجو أن يقوموا بما أتوا هنا من أجله وهو العبادة، ونحن سوف نكون يعني في خدمتهم ونتشرف بخدمتهم وبتسهيل مهمتهم ورحلتهم الإيمانية إن شاء الله، ولتكون هذه الرحلة ممتعة بقدر ما هي إن شاء الله مقبولة عند رب العالمين إن شاء الله. و أن ينظروا إلى الحج وقت صفاء ووقت وفاء ووقت عبادة، فليتفرغوا لذلك. أنا يوسف العوفي من الأخبار في القناة السعودية. أهلا وسهلا بكم سمو الأمير، ووفقكم الله وسددكم في أعمال رعايتكم لأعمال الحج. سؤالي سمو الأمير، يعني إيران شاركت دولة أخرى في تسييس تهمة تسييس الحج، وتعليقكم سمو الأمير، ونحن نرى يعني الحجاج الإيرانيين من أوائل الواصلين إلى هنا والمستفيدين من الخدمات التي تقدم للحجاج. الإيرانيون يعني إخوان لنا في الإسلام، ونحن استقبلناهم ورحبنا بهم في هذه البلاد المقدسة، ونرجو إن شاء الله أن يتم حجهم كما أتوا براحة وبسلام، وأن نذكرهم بالخير ويذكروننا بالخير كذلك. شكرا لك. تفضل. أسعد الله مساكم سمو الأمير. العديد من المخالفين لأنظمة الحج وهو الحج بلا تصريح يعتقدون ويؤمنون بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ويعتقدون بأن هدفهم نبيل وغايتهم سامية، وبالتالي يبررون لأنفسهم ويتساهلون بمخالفة هذا القانون بحجة أن الغاية هي غاية كبيرة. غير عظم هذا الخطأ. توجيه سموكم لهذه النقطة بالذات، والتي تعد من أهم النقاط التي
تجعل هؤلاء المخالفين يستمرون بمخالفة النظام كل عام؟ شكرا. أنت جاوبت على سؤالك بأنهم غير مدركين لهذا الخطأ وخطورة هذا الخطأ، ونصيحتي لهم أن يتثقفوا في أمور دينهم ليعرفوا أن ما يقومون به ليس من الإسلام في شيء. الأهم من هذا أن يأتوا بالطريق الصحيح وبالوسيلة السليمة، وأن يحجوا كما يحج المسلمون من جميع أنحاء العالم حسب الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات المسؤولة عن هذا الحج. شكرا لكم سمو الأمير. أنا شاكر ومقدر لكم جميعا هذا اللقاء وهذا الاهتمام، واللي بيحج منكم أرجو له حجا مبرورا إن شاء الله وسعيا مشكورا، والذي يتطوع بس لنقل الأخبار والمعلومات الصحيحة عن هذا أرجو لكم جميعا التوفيق إن شاء الله. نراكم كل عام وأنتم بخير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة.